فضيلة الشيخ، هل يجوز تجزئة الصور أثناء الصلاة الجهرية؟ بمعنى؟ يعني مثلا صورة الحديد، بديت بصورة الحديد مثلا، قرأت مثلا 10 آيات أو 5 آيات، ثم ركعت ركعة، بالركعة الثانية أكملت 5 آيات كذلك، أو قرأت مثلا من سورة الحشر، من منتصف سورة الحشر مثلا 5 آيات، ثم الركعة الثانية قرأت 5 آيات، هل يجوز ذلك يعني؟ نعم. يعني يسأل يقول هل يجوز للمصلي أن يقرأ آيات من سورة سواء من أولها أو وسطها أو آخرها؟ والجواب نعم، يجوز أن يقرأ المصلي سورة كاملة أو بعض سورة، سواء كان هذا البعض من أولها أو وسطها أو آخرها، لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة، لأن هذا هو الذي أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل حين قال له هل أقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا غشى سبح اسم ربك الأعلى وما أشبه ذلك. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يقرأ سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وطوال المفصل من قاف إلى عم، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه من عم إلى الضحى. هذا هو الأفضل. وإن قرأ في المغرب بطواله أحيانا فهذا من السنة، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات، وقرأ فيها في بسورة الأعراف. لكن الغالب يعني ينبغي أن يكون قراءته غالبا كما وصفنا، في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وإن قرأ آيات من سورة فلا حرج، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، وفي الركعة الثانية قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. لكن كون الإنسان لا يقرأ من السور إلا نادرا كما يوجد في بعض الأئمة لا تكاد تسمعه قرأ سورة، بل دائما يقرأ آيات من السورة، وهذا لا شك أنه خلاف السنة.